السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. فيديو جديد اليوم ان شاء الله. هذا الفيديو غادي يكون عن طريقة تحضير الشامبو في البيت. هذا الفيديو طالبتوني بتحضيره، واليوم نقدم لكم ان شاء الله المكونات اللي كنحتاجو بتحضير شامبو طبيعي في البيت. نحتاج الى شامبو الاطفال. كنا نعرف ان شامبو الاطفال تكون فيه المواد الكيماوية جد قليلة، يعني لا يضر بالشعر. اي زيت يمكنكم اختياره، انا اخترت هنا زيت الخروع. يمكنكم اختيار اي زيت. عندي الاعشاب التي ساستعمل الريحان، ساستعمل قرنفل، وساستعمل الخزامة والورد. يمكنكم استعمال اي اعشاب مفيدة للشعر او اعشاب تستعملوها بكثرة لشعركم، يمكنكم استعمالها في هذه الوصفة. كما يمكنكم استعمال النعناع، يمكنكم استعمال البقدونس، يمكنكم استعمال مجموعة من الاعشاب. اذا كان لدي وقت اخر ساقدم لكم مجموعة من الشامبوهات باعشاب متعددة وبطرق تحضير مختلفة. بالنسبة لهذه الطريقة فهي طريقة جد بسيطة وجد سهلة في تحضير شامبو طبيعي في البيت. بالنسبة لهذا الشامبو يمكنكم استعماله مرة في الأسبوع، فهو غير مضر للشعر. سأبدأ الآن في تحضير هذه الوصفة. بالنسبة لكمية الأعشاب، عندنا ملعقة كبيرة من الريحان، ملعقة كبيرة من الورد، ملعقة كبيرة من الخزامة، وملعقة صغيرة من القرنفل. عندي هنا قنينة زجاجية كما تلاحظون، وضعت فيها 250 مليلتر من الماء. بالنسبة عندي هنا 100 مليلتر من الشامبو و 250 مليلتر من الماء. سأخذ هذه القنينة، سأضع فيها الأعشاب. بعد وضع الأعشاب في القنينة يجب غلقها جيدا. غلق القنينة جيدا ونتركها، نقوم برجها ونتركها لمدة 30 دقيقة. نتركها لمدة 30 دقيقة، بعدها سأتم لكم طريقة تحضير هذا الشامبو. تابعوا معي الفيديو. كما تلاحظون هنا معي، قمت بتصفية الماء من الأعشاب. صراحة رائحة الأعشاب جد رائعة في هذا الماء. سأضيف إليه الآن فقط قطرات من الزيت. قلت لكم يمكن استعمال أي زيت تريدونه، ثلاث قطرات أو أربعة كافية. يمكنكم استعمال أيضا زيت عطري تفضلونه. والآن سأضيف شامبو كمية كاملة. وبعدها نقوم بتخليط الخليط فقط قليلا. وبهذا الشكل نكون قد حصلنا على شامبو طبيعي في البيت. بالنسبة لهذا الشامبو يجب أن يوضع من الأفضل في قنينة زجاجية تكون معلقة بإحكام. نضعها في المبرد، يستحسن وضعها في المبرد واستعمالها أثناء ما تريدون استعمال هذا الشامبو. هذا الشامبو جد مفيد للشعر وغير مضر بالنسبة للشعر، أنصحكم باستعماله. أنا أحضرت هذا الشامبو خصيصا لي فأنا أستعمله، فهو جد جيد للشعر. بالنسبة للناس الذين لديهم شامبو مثلا مفضل يستعملونه يوميا ويفضلون المزج بين الشامبو المفضل لديهم والشامبو الطبيعي، يمكنكم استعمال الشامبو العادي المفضل لديكم مرة مثلا كل 15 يوما او مرة في الاسبوع. وبالنسبة لهذا الشامبو استعماله للدوش العادي مثلا كل يوم، او يمكنكم استعماله اي وقت تريدونه. اتمنى ان يعجبكم الفيديو، اتمنى ان تعجبكم الفكرة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع اصدقائكم، شير للفيديو ولايك. شكرا على تتبعكم. الى حلقة قادمة. اي استفسار يمكنكم ترك لي تعليقاتكم على هذا الفيديو. الى اللقاء، احبكم جميعا.